أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناة مشاهير لأحدث أخبار الفن والفنانين. الفنانة صباح بركات المعروفة بشخصية إم حاتم بطلة مسلسل باب الحارة تزوجت مرتين ولها ابن وابنة، وكانت تعمل مضيفة طيران. شاهدوا حقائق معلومات أخرى لا تعرفونها عنها. صباح بركات ممثلة موهوبة تجمع إلى جانب موهبتها ثقافة فنية وعلمية ذات حضور لافت وإطلالة متميزة في الأداء والعطاء والتعبير. فرضت نفسها على المخرجين كممثلة موهوبة ومتألقة تحمل اللواء النجومية في الدراما السورية. ولدت بتاريخ 25 نوفمبر عام 1967. عمر الفنانة في 2020 52 سنة. أما برجها الفلكي فهو برج القوس. ولدت في دمشق بسوريا. جنسيتها سورية. سنوات نشاط الفنانة من 1989 حتى الآن. تخرجت صباح بركات من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وكانت بدايتها الفنية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي. بعد أن حصلت على الشهادة العامة تقدمت صباح بركات إلى مسابقة لاختيار مضيفة جوية، فنجحت وبدأت عملها كمضيفة تجوب العالم وتزداد ثقافة واطلاعا على الشعوب المختلفة. وبعد فترة من العمل تزوجت فتركت عملها كمضيفة جوية، ثم انتسبت إلى وزارة الثقافة السورية أو ما يعرف وقت ذاك بمديرية المسارح والموسيقى. وخلال عملها المسرحي انتسبت صباح بركات إلى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. عملت الفنانة صباح بركات في الإذاعة السورية في الثمانينات، فشاركت في عدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية. عملها في الإذاعة جعلها على تواصل مع الممثلين في التلفزيون السوري، ومن بينهم الفنان الكبير ياسر العظمة صاحب سلسلة مرايا الكوميدية الناقدة. كان الفنان ياسر العظمة وقت ذاك يبحث عن وجه جديد ليشاركه في مسلسل مرايا عام 1988، وكانت الفنانة صباح بركات هذا الوجه الجميل والموهوبة اللافتة. اختارها الفنان ياسر العظمة للعمل معه، وأدت خلال المسلسل أداء جيدا، وانطلقت صباح بركات تقدم الأعمال المختلفة. شاركت الفنانة صباح في عدد من المسرحيات الهامة مثل حمام روماني والحسناء الناعمة والأيدي ويقظة الربيع، كما شاركت في فيلم سينمائي بعنوان المتبقي عام 1995. تزوجت الفنانة صباح بركات مرتين، مرة أولى تبع انفصال ومتزوجة حاليا من رجل أعمال جزائري أنجبت منه ابن وابنة، وتعيش معه في العاصمة السورية دمشق.
قالت صباح بركات عن عملها في الفن لأحد المواقع الفنية: الفن أضاف أشياء كثيرة إلى شخصيتي، كونه إحدى حالات التميز لدى الشخصية الإنسانية. فالإنسان يولد ولديه بذور فنية تنمو وتترعرع من خلال اكتشاف الموهبة الفنية وصقلها حتى يصبح الإنسان في مرتبة فنان، وهذا انعكس علي شخصياً. وأكملت: فعندما أنهيت دراستي الجامعية في اللغة الإنجليزية عملت مضيفة طيران ثم مترجمة، ولكن بطبيعتي لا أحب العمل الإداري وأبحث دائما عن التجديد. وعندما أتيحت لي الفرصة لدخول عالم الفن أعجبني هذا العالم واستمريت به، وأنا أترك تقييم نفسي للجمهور الذي يشاهد أعمالي لأنه ليس لي الحق في تقييم نفسي. صرحت الفنانة صباح بركات أن اللهجة السورية كانت سر نجاح المسلسلات التركية المدبلجة التي عرضت على الشاشات العربية، مشيرة إلى أنها رفضت العمل في الدبلجة التي عرضت عليها. وعن أسبابها قالت صباح بركات: رفضت لأنني لا أحب أن أعطي صوتي لأحد، إضافة لعدد من الاعتبارات أولها أنها مسلسلات تذهب بالوقت بامتياز. وهذه المسلسلات تدس السم في الدسم وتحاول إظهار الشيء غير الشرعي في حياتنا على أنه شرعي. شاركت الفنانة صباح بركات في عشرات المسلسلات السورية تنوعت ما بين الدراما الاجتماعية والكوميدية وأعمال البيئة الشامية. من هذه الأعمال: حار نسيها الزمن، البركان، الدغري وأبو كامل، وحمام القيشاني وأبو البنات، ومزاد علني، فرصة العمر، وتمر حنة، وحكايات المرايا، وعشنا وشفنا، وهومي هون، وأحلى المرايا، وغزلان في غابة الذئاب. وكذلك مسلسل باب الحارة عام 2008، وساعة الصفر، وطوق البنات، وقناديل العشاق. شاركت الفنانة صباح بركات في المسلسل الشهير باب الحارة في الأجزاء الثالث والرابع والسادس والسابع والتاسع. آخر أعمال الفنانة صباح بركات للتلفزيون الجزء التاسع من باب الحارة ومسلسل قناديل العشاق، وعرضا في عام 2017. اشتهرت صباح بركات بشخصية إم حاتم، أحد أهم الأدوار النسائية في مسلسل باب الحارة، وذكرت أن شخصيتها تمثل أقوى الشخصيات النسائية في العمل، ما أحدث توازنا بين كامل الشخصيات.